الشيخ وفقكم الله معنى قول القائلين بالوحي في القرآن أنهم لا يعلمون هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فيقولون كالذين قالوا إنهم لا يعلمون أن الله في السماء وفي الأرض فيكفرون بذلك. أنا بيّنت لكم أن غرضهم من هذا لما أفحمهم أهل السنة وقطعوا حجتهم لجأوا إلى هذه الحيلة، قالوا ما يتركوا هذا الباب لا تكلمون فيه، بعد ما أنهم قالوه قالوا اتركوه لا تقولون شيء، نقول لا سنفضحكم وسنبين بطلان كلامكم ولا نتوقف في هذا. نعم.